الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية، وسعيد بوجودي مع السادة المستشارين والسادة النواب شعب وشيوخ وكل رؤساء النقابات الفرعية المتواجدين معنا في اسكندرية، والإخوة الأفاضل السادة المحامين وأعضاء نقابة المحامين والسيد رئيس النقابة. ربما أقدم وأعرق نقابة في الوطن العربي خلال وأنا شايف مكتوب 1912، ربما قبل كده بكتير، ربما عام 1884. يجب أن يغير هذا الرقم. أنا عارف مكتوب ليه، لكن المفروض ان احنا يبقى فخر لينا ان احنا بقى اقدم واعرق النقابات في الوطن العربي والشرق الاوسط. هحاول لا اطيل الحديث، لكن صدقا اللي شفته هنا في هذا النادي وهذه الانشاءات الرائعة فخر لكل محامين مصر. لما بنتكلم دايما نقول نادي نقابة المحامين في القاهرة وفي الجيزة وفي أسيوط أو لا، احنا بنتكلم هنا عن نادي نقابة المحامين في اسكندرية لمصر كلها. مفيش محامي من مصر كلها من أسوان لمطروح إلا وبيجي اسكندرية فترة الصيف زي ما انتم شايفين الزحام اللي عندنا. فصدقوني لما الأب مع زوجته أولاده وأولاده يقول إحنا عاوزين نروح النادي بتاعنا، لها طعم مختلف خالص، وبتسعد أي إنسان وبتسعد أسرته وأولاده. فلما يكون منشأ بهذه المساحة، لو إحنا قلنا على أرض الواقع المساحة 4000 متر، لا بأمانة المهندس اللي عمل الشكل الجميل اللي إحنا مرينا عليه وشفناه ده خلاها أكتر من 16000 متر. ده نادي نفخر بيه جميعا أنا كمحافظ اسكندرية. النهاردة اتعلمت حاجة منكم انتم. احنا هنحيي المهندس الأول. برافو عليك. فخليني أتكلم أقول أنا النهاردة كمحافظ اتعلمت حاجة هطبقها بالفعل في المستقبل من نادي نقابة المحامين. عارفين إيه؟ إن أنا عملت كم المنشآت دي كلها ولم أحجب رؤية البحر لحظة واحدة وفي مكان واحد. يعني لما نشوف بعض الأندية الأخرى ودون تحديد أسماء علي المبنى حاجة برؤية البحر. فبيجي المواطن يقول وأنا لو مهندس كنت دخلت المكان المقصور على المهندسين أو التجاريين أو التطبيقيين، لكن أنت عملت نادي كمهندس عملت فيه كل حاجة حلوة. شايفين حجم القاعة البرة اللي في الهواء الطلق دي اللي على البحر على طول، حاجة رائعة. كل المبنى بأكلم سيادة النقيب بقول له المبنى ده تكلف 40 مليون. عارفين لو انتوا بدأتوا فيه النهاردة مش أقل من 100 مليون و 120 مليون عشان تعملوا هذا المنشأ اللي تفخروا بيه انتوا قدام أسركم وأولادكم. الحقيقة شيء رائع ان كمان حفل افتتاح يكون ممثل فيه كل فئات اسكندرية
وكل المهن في اسكندرية وكل رؤساء النقابات الفرعية. فطبعا حاجة جميلة جدا. المحامين اللي يصل عددهم في مصر أكبر النقابات أعتقد 420 ألف محامي، ده حاجة رائعة. أنا أكيد طبعا أنا بأمانة وصدقا كمحافظ بفتخر بهذا المنشأ الرائع على كورنيش اسكندرية. فألف مبروك لكم وتهنئة لكم من القلب على هذا النادي الرائع. تحية لابن العمومة وبلدياتي السيد رئيس نقابة المحامين. اللي من الصعيد يمكن يعرف أسرته كويس قوي، واللي مش من الصعيد بقول له معالي النقيب بينتمي لأسرة عريقة عندنا في سوهاج، لها كل الاحترام والتقدير. وصدقا من ساعة ما جيت في 2014 اسكندرية وكنت وكيل إدارة الأمن الوطني، لاحظت فيه الإخلاص الكامل وبيعمل لوجه الله، فعشان كده ربنا كرمه وحيستمر. إنجاز رائع. وهو جاني المكتب في يوم الأيام من حوالي سنة ونص وطمع فيها جامد قوي في قطع وخد قطعة أرض مش يعني بأمانة تصلح للمحامين والنقابة المحامين ومبنى كامل، وخدها بأقل الأسعار وبيفاصل معايا. وكل مرة يقول لي احنا نقابة مفلسة نقابة تعبانة، بعد ما شفت انا المبنى ده لا لينا كلام اخر. يعني يعني المحافظ مش هيضحك عليه مرتين، كفاية مرة. لا طبعا اعشمه وعشمكم في محله. بتعامل مع السادة المحامين من سنة 83، ومشايخ المحامين زي مشايخنا الأفاضل اللي موجودين معانا، فعشرة عمري معاهم وبعتبر نفسي واحد منهم. فأنتوا شرف لينا، بنسعد بيكم. مع المستشار سعد السعدان الحقيقة بيشيد بشكل غير عادي وبيقول لي أتمنى نعمل للسادة القضاء نادي جميل زي كده. وأنا بإذن الله مش هخلي منشأ ينشأ على كورنيش اسكندرية من أي نادي من الأندية إلا إذا كان مماثل لنادي نقابة المحامين ولا يحجب رؤية البحر. البحر ده بحر المصريين بالكامل، مش بحر نقابات أو أندية أو اسكندرية بس، ده بحر مصر بالكامل. ولازم كلنا نعمل جاهدين إن احنا نبقى البحر ال 17 كيلو اللي موجودين على الكورنيش دول الناس كلها شايفاهم. ألف مبروك ليكم، ألف مبروك لمعالي النقيب عبد الحليم علام، وكل سنة وانتم طيبين وبداية صيف جديد إن شاء الله. السلام عليكم.